مالك يدي وحيو سوي نوجل قسم پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي انديكيشن آسكي عن پیغمبر كريم صلى الله يعني انديكيشن قسم يعني وحي حاج نوجل قسم واجن زكت يا رسول الله يا وحي نوجل قسم زكت يم چيز القسم نمودا گنو يهوي ماش تلنس آوازوز باسا يلي وحي اسنوجل قسم جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دوئم اگر راني مبارك كوش صحابة سنجس زنگ تا خائشا راني تا خائشا اینو صحابي اسم باسن اما سانا كهد کو جنی راني مبارك جناب محمد رسول اینو صحابي اسم باسن نفرقل ونزان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسم یہ وحی اس کے نسل مجل کا سم دورانی وحی اگر سخت سردی ہو موسم تیار سے نومبر دسمبر جنوری کور ہر کور والا اگر آشا جنوری سمجھاؤ نمونی اگر میرے کی شین آشا اگر پت گیسا رسول اس کے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی نزل کرن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصل شباب المسلمين اللهم أصل نساء المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متكبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء يا شافي الامراض اشف امراض قلوبنا يا حل المشكلات يا حل كل مشكلات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محمد رهبر دنيا ودين شم صلى الله عليه وسلم محمد رهبر دنيا ودين شم محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين Swadayam
سيتسلى رأي جبيتم محمد رحمة للعالمين کائنات صداوار مالک ارض و سماوات اس حق مدبر انس جا خالق لیل و النهار سسون معبود برحق سسون ماوا و ملجا سسون رزق رسا اس اولاد دل وول اس یاری کرن وول اس یاری کرن وول كهنا سواي ذات ذو الجلال حضرت الله جل جلاله جل شانه الله تعالى انش مختلف نعمت كلمت اكس انسان ساتا اور انسان سبرد حر لحاس ارمان حسان علی من نعمت شکر گزار بنونی الدنيا سنگ اور یمن نعمت ناندر اللہ تعالی ہم یہ نعمت بشکر مساتا اچھن بنائمی وچھن وول بوزن وول حچن وول یا الدنيا سنگ اور اشتزانن کہ قرآن مجید ساندر مختلف آئے بجنات ماندر اللہ تعالی پنن توحید تارن فکر انبیاء کرام علیہم الصلات والسلام منہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحب سننا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا پدر سلا تعداد درود سلام دل برزات خیر الانام جناب محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم يم رب العالمين سن رشتجور رب العالمين سن بندن سن يم رشت مستحكم مضبوط بنو مكة المكرمة قيوتنا بلکه يم مدين ووت تهون رشتجور بن سمابود برحق سن ذات ذوالجلال حضرت الله وصحابت بچک تعلیم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كان فریاد ایس كان بوزن وول كان تون مسائل دور کرن وول مشکلات دور کرن وول حمد غم دور کرن وول سوائی اخ ذات مبارک ذات اقدس ذات ذوالجلال حضرت الله جل جلاله جل شانه یہ رب سن توحید یہ رب سن کنیر یلی اسلام اخ مطالعہ چکرن تبرانی کے حوالہ آپ اخ صاحبوس یوس تکلیف واتناون یوس مصیبت کرن کھڑا ہو اسلام است باقین اسلام کم پت پت پکن والن یہ وہ سوچ یہ ساحل چنسون خور خا یہ ساحل چنسون رت زون تھان وول اس کرون پلن نمائند یوسی اطلاع واتن آیہاں در خدمت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نمائنده كان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ابا بكر صاحب سوري كمان ابا بكر در خدمت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوري ماجر قرن بيان يا حسن واتنا من تقليب يا صحابة واتنا من تقليب ويا سوج مسلمانو اجسني يا رسول الله يون فرياد بوستاز من اس فرياد الجتاز جواب راجي دمن علم الفاظ وين ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه روح مبارك رنگ مبارك تبديل جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر يكون يمكن الفاظ وين در خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموس ابا بكر رضي الله تعالى عنه شين معلوم لا يستغاث به والله القيام بنا فرياد داد رسي کرن وول بنا فرياد جواب دن وول تون اس فرياد است مين اس فرياد است جواب دن وول ذات ذوالجلال حضرت الله لا يستغاث به والله القيام فریاد بوزن وول داد بوزن وول حاجت پور کرن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ یوہی تعین باونیا امت صدر نپ نپ کرون پیغمبر سراج منیرا پیغمبر عبداللہ سن خان وول آمنا سن لال محمد رسول صلى الله عليه وسلم اكرم اسم ربك الذي خلق بل عزب الرسول صلى الله عليه وسلم بل رب العالمين سنة ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كتير اسم شيوان دورن
يسنا جلوس قسم موسى
عليه الصلاة والسلام كتيجا يسجون سردا جون سردا بشيد ورغوي يولتي أخري پيغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دائي مي واپس مگر پکن پکن خديجة اوزگر بي دائي نبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حزب معمول تجيك ششماني مبارك ربكم اتو چك آوازا گوجان اتو چك آسمان زمين از درميان كرسي آوا كرسي بك لبوك جبريل عليه الصلاة والسلام بي بابيو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بي گئي خديجة خديجة رايخنا سري مبارك اس کپڑ پٹ رسول الله دل مبارك بامیو بي جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم گبراهن خو مچو باسن مچو باسن مچو دل مبارك زیادہ بامت خو خديجة تراوت زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تراوت زاد خديجة رضي الله تعالى عنها مگر منچ زاد طالب مگر ناموس پکنوڑ جبريل پکنوڑ عليه الصلاة والسلام اي دل مبارك سنر خوف تاون والي اي دل مبارك سنر قبر احر تاون والي سلن سلن ووت كهزمي خديجة سيش رضي الله تعالى عنها ونچه هز دل مبارك اس خوف وطي خوف هز كلي دور جبريل عليه الصلاة والسلام جترانو تهزمي پنج سر مبارك سادر يا أيها المدثر كن فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر يا أيها المدثر أي كبر ولن والي أي پنج سر مبارك سادر مبارك تراون والي كم فانذر والجبريل وطيود عليه الصلاة والسلام محز بابر محز تاو دل مبارك سنر خو سحل سيل تن خوتنا يا رسول الله وربك فكبر سحل شي رب العالمين سن بڑوئي کرن بيان چاچے لوکے نوں رشتہ جوڑنا ہوں ذات ذل جلال حضرت اللہ محمد خدیجہ سن اس کو مبارک صدر سال شکر رب العالمین سن رسول سال شکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحز مگر ربك فكبر كان حضرت العالمين سن بڑوئي بيان پڑھاز پڑھن سي پتر سواز پڑھاز ابو لحب سواز ابو جحل سواز اخنز بن سريق سواز سهل بن عمر سواز مگر سیاوك فتحر قبل مبارك تحسن يصاف يا رسول الله قولگو جناب محمد رسول الله یوت گو خو بیز اوقات مندروس مند صحابی سن شکل کرن اختیار جبریل علیہ الصلات تو شو پتا اصل صورت کیا چی جبریل علیہ الصلات اصل صورت چو مشمت بن جائیں جبریل علیہ الصلات والسلام سجن بے وہی زمین اس پہ سوچو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد اسمان زمین از درمیان المعراج کرو رب کائنات اتو اصل سورت ربن اصل سورت جو پتہ کو کس
عائشہ فرموت صحیح مسلم کتاب الایمان کے حوالہ عائشہ اصل صورت و شہد پارس جبریل علیہ الصلات یہ اصل صورت یہ لینڈ کوزوس برادت کوزوس لمبوری کوزوس چوڑوری کوزوس ایک ایک پارچ اخبر مشم مشرق دن مغرب استان اللہ کوئی نہ محمد رسول اللہ مہدم عمر صحابہ سن شکل حد ہاوی یا رسول مگر یہ جو وحی ہے اس وحی نوجل قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ انڈیکیشن آس لیا ہم پیغمبر کریم صلی اللہ یعنی انڈیکیٹر قسم یعنی وحی حال چھ نوجل قسم واجن چکٹ یا رسول اللہ یا وحی چھ نوجل قسم چکٹ یم چیز قسم نمودا گنیو یہوئی مارش ٹرلن ہز آواز اوز باسا یلی وحی اس نوجل قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم اگر رانی مبارک کوئی صحابہ سنجس زنگ پہ خائشہ رانی پہ خائشہ اگر صحابی اس مباسن اما سانا کہہ جی کوئی دیں رانی مبارک جناب محمد رسول اگر صحابی اس مباسن میں پھٹی ہوئی زانی ترین انڈیکیشن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسم یہ وحی اس کے نسل میں جلگا سم دوران وحی اگر سخت سردی ہو موسم تاریس نومبر دسمبر جنوری کور ہر کور وندہ اگر آئیس جنوری سمجھاؤ نمود اگر میرے کی شین آئیس اگر پت گیس ہے رسول اس پر جبریل علیہ السلام و سلام وحی میں جلگا کرن سخت بخاری کے الفاظ سخت سردی ہند اس موسم اندر تو زمین مبارک اس اور کہ مبارک نمودار گسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح انڈیکیشن اخ مثال دے کو تام واتنا ہی پرور دے گا اخ مثال دے متائی سمجھاؤ دوں یعنی سخت سردی ہند اس موسم اندر تو جبین مبارک اس روی مبارک اس اور کی مبارک کپکان رسول اللہ اخ مثال صحیح البخاری اخ موجود انس نام شو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی یہ گئی انہریش نبی اکرم صلی اللہ بخاری کتاب نکاح کے حوالے ستوئش نوئش نکاح گانا یم سات انتقال تو کو رسول اللہ اردہ ولی شو سن سات عائشہ رضی اللہ تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کو تن سات اس اردہ ولی عائشہ رضی اللہ تعالی کو سما سومس یہی موئی دپن پانی بون ہو کت کت اس وہی گسن نزل جناب محمد رسول اللہ بمانو اس کی شعروں سنیرن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سفر سوئے سنیرن رسول اللہ معمولوں گرواج ناس سائر بھی گرواج نم کتلی حنسوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پد ایک اس چیز تراؤ ہم سن چیزیں اندر ناو کچھا سوئی موجو سرخت سفر گلن با محمد رسول اللہ تم نے ایک ساتھ تجھ میرن تم نے چیر اترایا ادراو عائشہ سننا رضی اللہ تعالی عائشہ سے جو زیادہ پہمت محبت کرن رسول اللہ صلی اللہ بلکہ انہوں نے نیرن عائشہ سمتلیق رضی اللہ تعالی یل جسم مبارک کنور یل حقت روز جسم مبارک اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ میں یو گرواج یو اجازت چھو دیوان دل مبارک سیسان آخری ایام گزارہا
زوجه عائشه حسن رضي الله تعالى عنها ضرور يتسكن دل مبارك يتسن تتزبيد انسان دل قرار عائشه دفن ميغو شرف ويسل ميغو يكار ويسل يوم سين مبارك بلجو آخري أيام نادر مين سين مبارك سنترو آخري أيام نطمن سر مبارك رسول الله صلى الله دائشة سنة رضي الله تعالى يل سفر سيسنين صحاب سليمن قائدل پخنامن يمن ماجن How jagos? Yani dulos, dulos. Yos doli peti on tulna. Yos moj neha safras ba Muhammad Rasulullah. Aisha da ban bosus halkur, bosus no vadan dar me usus lakut. Da ban bagayas ad doli andar sar. Pakanch buchal doli andar, magar makamas petoit. پڑاو ترو صحابوت محمد رسول اللہ صلی اللہ بترو ہوس پتھر میون حوزہ چھتوک پتھر مگر آپ کت بے قضا یہ حاجت ضرورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنش بے ضرورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ رائی قضائے حاجت کرنے خطر اختتام کریت آئی واپس بے اکوئے پلسندر مگر یہ تراؤن پنی گردن کن نظر یہ لبن پنی گردن اندر پمنہار حارم دائشان رضی اللہ تعالیٰ یہ گسن پریشان یہ تراؤن گردن کن نظر اتنے لبن پنو نہار پنج گردن اندر موجو نیرن چھاڑن 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 واتان اوکری ون تقدیر گریب یہ لبن پنج سہار ستھا ون بے محفوظ بے تھا ونی محفوظ پنج جا یہاں مگر یہ کوئی پلس نشواتن یہ کوئی پلس نشواتن اجدامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجدامت ہاو جس درامت یعنی سو دول درامت صحابان باشمتی تمہن باشمت ایتھان در شایشا رضی اللہ تعالی چاہیے یہ سلاکت کنسو وزن تے اوست زیادہ یہ سلاکت بھی اوست وزن تے مسن زیادہ دبن یم درائمی نا محمد صلی اللہ نا صحابہ بغیس پریشان اس بچس کنی زین یت کلائی فلات سین گمت بگیا کر یہ بیوف کلیس تالکن کنی زین کنی زین ایت کلیس تالکل پیم زین سنند آئیشا رضی اللہ تعالی کلائی فلوش درامت مگر صحابی آخو سنسناو صفوان رضی اللہ تعالی امس اوسونت رسول انسوس یہ قیفلائش دیرن سویچی قیفلس پت پت پکا خبر کنشماش چاپی خور کمو تیارا کنشماش ٹوٹ پیمت سمیان رمو کنشماش دریش بوتل پیمت کنشماش حراس پیمت سویچی تلن پانس سویچ پتویزی کئی پلس سے جڑن پتہ ایسی تیمی سے حوال کر ایسی چیوانی زم دوری راس کس ایسی نیرن چاند ایسی دیوان پوت چاند ایسی تیس مگر بچ دپن صفوان بجد راس کئی پلوز رام مجھو چاندن پیو مطمئن کئی ایسی کیا ایسی مازدر دیوان اچھو من کیا گستان مازدر مگر میں تو روح کن نظر آئے کشم کورا معصوم کور کلی ستال کئی مجھے ابن قریب وارتوس امس کے مسلمدر یل پورے وچھم یل ابن پرنی موجا انشارتی اللہ تعالی ابن موجو ستلک انشیت کل اسنخ میں ونکی نون اکوی الفاظ مبارک
مبارك نقول إنا لله وإنا إليه راجعون لقد موجود شنية كتيمة يبورت موجري بعدان يجي نزادران أيضا ابن رسول صلى الله عليه وسلم نقول أبا بكر الصديق لقد ماجد دم محمد مولادنا أم جينا منورا مدى تنروتي وطوط موت مدينة سعد رسول الله يل منافق بوز عبد الله بن أبي البوز رسول مدينة منورا صلى الله عليه وسلم يا رسول مگر نیم چنائی شردی اللہ تعالیٰ منافقن بنیو آخ سجیز گنڈور ہن خواتر گنیت غد مدینہ سعید رسول صلی اللہ علیہ وسلم تایم گلیو گنڈ گلیو اصور گنڈ گلیو مگر پکن چموشت بیچ پکن صفوار رضی اللہ تعالیٰ یل منافق وش عبداللہ بن عبین وش امدد گنڈ دور یل کردارش موجد شائش رضی اللہ تعالیٰ عائشہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رب العالمین کریمات امیش قدر تعلقات ام سمچو بد کردار ماہول کیزی اس کا اکلا چان گمت سے منافق ہو دلدلدل مگر موش آیا حضب معمول زائر حجر مبارک اسند رسول اللہ مگر نیبر چلوک مدندور دندور شوونی پتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آس گوش مبارک و جبوس عائشہ شی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گلخ تعلقان یہ بوزن رسول ریو صلی اللہ عائشہ چون کاموش درم روتس مدینہ ببیس بیمار اوڑی تھی بیر تو سفر گئی تو سن بامز ببیز بیمار مرحض بیمار داری اندر شمیلی ور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمچن نبر خالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایچ دبن خالی خاص خبران پسند خاص خبرات چننے محمد صلی اللہ یت کہت ان بروٹو سن گلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بروٹو سن اسنام پنی دلو کران مرحاز لبن پال ستی تعلقات تھاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت کردار البوم ناس سری سلام کلام وچ وچ پرسن تو وطن دنیا اخر کار لج مت پتا ماجر کیا کیا جن نہ کن متوجہ کا سنجاد جناب محمد رسول اللہ ایک سونا خاتون عائشہ نے برچنار دزان عائشہ نے برچنار دزان شمتل شامز غلط افواف متعلق شدت موت منافق و دندور غلط تعلقات چاہی شردی اللہ تعالیٰ میں سمجھ اتی ہے آوئی شروع میں کن متوجہ سن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبن ایدر بیز بیوڑے آرس کرا ناس تو چون یاد خبر پرسن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ناس تو چون دل قرار ناس تو چون میں چشمن شجار تو چون میں سردار تو چون میں سرتاج میں نے باسن عاد شداد میں کن متوجہ سبد رسول اللہ نازل تو یہ ہم پور پر خبر
تلشوم إجادة ديوان تلقص مالنو يا رسول الله تلقص أبا بكر صديق صديقر يا رسول الله عائشة بن ما هو سيوتا بغريومت نارو سيوتا لغلوت لمن يكون هو سردار مخاطر سردار مخاطر عائشة نيرزا واپس پنس مولس ابا بكر صدیق رضي الله تعالى عنه لمن رايس پنس مولس نش واپس ابا بكر زان پن کوڑی ہونا اکتری کور عائشة واپس یہ زان کوڑ مولو یل تنس کوڑی واپس یوان كم شوق شنا سنين سكوري نكاف كرموت إنا سنبانا سرات ورموت إنا سنمدان نجن مدوي كرمس إنا ساسم سن وسن موت ماري كوري شرد غسان آخرت غسان أبا جان مري كور شي واپسي أبا جان منا روز سپنجز غر سنگر مافوم يجكور واپسيان أبا بكر صديق رضي الله تعالى نوم نيسا عائشة تانت واپس إليا سلچا گرگا سنگاس ماملو پشراو رب العالمين وين ونن منچا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوچ دي نبر نرم پنس جتريز بويس پرسن اي علي سلام پتر بوئی شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوانت اللہ تن کس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سما انسنس کا خوانی معلوم سما انسن کا نقص معلوم تکرت بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اس پرچو كما لقد كان مقص عائشة رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم من عزل يا رسول الله من لبنا كرين تل شو خادمة تل شو بسيو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمة كما لقد كان مقص تمنا کوئی نقص لوگم انس اندر يا رسول الله اي مغور شمد کاف مالو یہ شناز معصوم یہ شناز وقت انس متعلق چم اکوئی چیز معلوم یل سایت اوٹ مائنن ان شای اوٹ مائنن مائنن ندر پیان يا رسول الله بس كتير أوبشن ينسون نقص معلوم ينسات كي توت كرن تيار إن شيء توت مانر ندر بيان يا رسول الله بچان سار جي ساو جيوان ينجيو اور سمن چخري أن بچ بيادار غسنا عائشة رضي الله تعالى نها بيناتون كم نقص يا رسول الله يل پائي بس اسمو جي بول جاتے غم كودا دلك اكن مجد نبي صدر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پروردگارا ابو جهل پشوري من وي رتن ني عائشه رضي الله تعالى عنها مل لو عبد الله بن ابي ان استخت تهمت يمن سدت دي پاري ارشوالو مے وات نا ایک شختی مگر من ہس ایا لس کی وات نا ہوئی مگر وے کرت پگی دس گیری تبن مجید نبی ادر رائے دیکھ وے ابا بکر صدیق سن گل رسول اللہ عائشہ تبن دوس مستر اس کر بھی قرار او سنت ملا دو سن کیا سردار جو سن ناراض سردار او سن ناراض محمد رسول اللہ اپن بشد بستر اس پر بیت انصار خاتون اس انصار نے خبر آمن یہ تو اس خبر آمن مگر اچانک سا اسال دراز رسول اللہ اچانک سا سوئنس کٹس اندر محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم مگر مے مول تے موجود مے شموش تے پانس روح کوئی موجود اے پتوی رسول نی مال خاص عائشہ رضی اللہ تعالی کارن سیزار پارا ربس کارن سیزار پارا ربس الله تعالى كلي كم وهي نويلو سكشخ بري كارا سكشخ سكر زارا بارا بني سوبر العالمين تمام يا جماعه رسولا ويلي مال فاز بقى اسم مجلس كل مخاطب يا ابا بكر سي في بني كوريون كردار معلوم وين خط سي يعني بدل محمد رسول الله قبر شاعر شنو مش محمد صلى الله عليه وسلم أمي جان أمي والدي محترمة سيشة تسنى ونرت الله نصبان نصر هم سنر أمي جان سيشينيون بشبر معلوم سيشينيون كردار معلوم وانت مين بدل مين سرطاجس تتس محس کرين سمتلق بدل كم غمان يا اسطاخت صاف يا رسول الله وانت تس وكيل بان يلا غبرو يسو يبروح كلمه يا كوا ما ينتكو ان الحوا غبرو يا شو سيد المرسلين يا شو خاتم النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكيك كرموجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو دل اسندر غم عائشه شو غم دبن صبر جميل والله المستعان على ما تصفون نيرو نيرو ابا بكر يل تذكر تمبس يل مول تذكر تمبس يلو فصبر جميل بكر صبر والله المستعان على ما تصفون مترائي من بيار مددگار ذات ذوالجلال حضرت الله وين كرمت تكيت صبر يتكيت صبر كور يعقوب عليه الصلاة والسلام يل مول صبر يا يل مول صبر يوسف شو يرامه بايو وقت قد كيرز دايت مگر بوي هاي ور بوي چلن چلن ياكو من تيجي ميوش بسگا شكو يرام هوي بكر صبر بكر صبر صبر بدل هايم گاش پر ورن دي ارمان ان پت سن يو مقتس ين اصل غارز کر نوخ مقصد عائشة رضي الله تعالى عنها دبار دبار خشوم بابا بكر بروش كين بيشموي بروشكين بيشمل يبمن سردار محمد رسول الله دبن بشاس قطام كلام كرام دبن ميتر دبن ميتر بيتر فبن لڑكي يعني ميتر لڑ فرم ميبيرو مبارك سكن نظر رسول الله دبن می بیروی مبارک اس کی نظر ہے تو شمار کی مبارک وصل رسول اللہ دبن یبر کن جس نظر تراوان ان جو سردی ہن موسم ان جو تر تر اول انسان ان جو اریا تھن موسم مگر نظر مبارک جس تراوان روی مبارک اس کن ان جو روی مبارک سر کی مبارک تو کام وہی ہے اخ انڈیکیشن کیا ار کی مبارک ٹپ کا دبن وہی گئے اختتام میں نیو دل صدر گمانا عائشہ عائشہ روز تیار چون فصل کر صد آسمانو تھوک چون عرشو میں باشو وہی چھ قسم نازل جناب محمد رسول اللہ نباشو مين برا حني وين فروردگار وہی گئے اختتام گنڈوک الفاظ یہ رسول اللہ داو ان پت ابشر یا عائشہ عائشہ خوش بنے پروردگار عائشہ
رضي الله تعالى عنها سيدي اسحاق كساندر يا اسحاق دامن يا رسول الله يمو الاسبح تهمت لغو دمو كان كورن تهمت لغو المور الاسمال بالتحكي وهي قا اختتام ان باتر مورو سلايدر موجو سلايدر الله اكبر عائشة بمنا وقصة خلا كرسة شكر بيان جناب محمد رسول الله دمس امي جان ابا بكر جون احترام من اسكالس بخ مغر اني مونمي تطام اني باسي قرم تطام اني قاتي قرم تجلس يطام نطاخ دامن تسكرار رب كائنات مياز دبياب ازبحث شصباح يا رسول الله مياز دبياب ازبحث طول نبك بل الانداز يا رسول الله اگر شكر کر بيان الحمد لله رب العالمين ساري طريق شبن بين سعر شوالي يوز وچانا ساتو آسمانا وطن زنين يوم مخشار شسبين شكر کر تنسون بايا مگر وهي اصمت لغسن جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اندكيشن كاس اور کی مبارک اس کے بکار یہ کہ انسان ٹپکو اور کی مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پچھو وہی خدیجہ ستار دیوان محمد عمر سے حسکری ضرور حل مشکل ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ وتھاز کوستاو خرل قرارل قلبیم این بدگسن بیاخ آئے مبارک نائر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو آئے مبارک چاشو نس این پتر انگسن نائر سبو زور بین جمعہ اگر اللہ تعالی ہم ونک توفیق دود و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین